أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالتطور الذي وصلت له مصر في تطوير إدارة الأزمات والطوارئ. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي للمراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما تشمله من مراكز متحركة وغرف لإدارة الأزمات والطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية. وأجرى حوارا بالفيديو كونفرنس مع السادة المحافظين للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة، حيث اطمأن السيد الرئيس على جاهزية وفعالية المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن، وكذا كفاءة ومهارة الكوادر البشرية والربط والتنسيق المتكامل. أولا أنا سعيد أن أنا يعني أطمئن على أن الغرفة جاهزة أنها تدير أي أزمة، وطبعا أكيد يعني قائد الغرفة على مدار 24 ساعة بيبقى قادر أن هو يدير الأزمة ديت. طبعا بيتم اختاركم عشان تبقى لحجم الأزمة، لكن اللي أنا يهمني في الموضوع ان احنا كده عندنا غرف في جميع المحافظات. هذه الغرف مربوطة على يعني بشكل متكامل مع الغرفة المركزية بتاعة إدارة أزمات الدولة اللي موجود في القدر الاستراتيجي. فبالتالي يبقى احنا النهاردة والأول مرة عندنا أتقن إدارة أزمة على مستوى كل محافظة. أنت بتقول عليه حدث، وهو حدث أو أزمة يعني. وبالتالي إحنا يبقى قادرين من خلال الغرف اللي اتعملت دي الربط والاتصال المؤمن بينها وبين المركز إدارة الأزمات بتاع الدولة عشان يتعامل مع أي أحداث أو أي أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة. ما يعني نبقاش احنا كل الشاشات الكمبيوتر اللي قدامي دي عليها بيانات خاصه بالمحافظه، بتاع المرافق الصرف الصحي موجود، بتاع الكهرباء موجود، بتاع الغاز موجود، اذا كنت انا مظبوط يا فندم، والصحه بتاع الصحه بتاع كل من هو له دور في الدوله في المحافظه في كل المحافظات في الدوله، فهو موجود معاك وقاعد وعنده بيانات وقادر ان هو يوفر البيانات دي وقادر ان هو يحرك الادوات اللي محتاجها في هذا الموضوع. انا بقى هكلمكم جميعا في حاجه تانيه. انا بطمن على ان الغرف اللي احنا نسقنا على شغلها من اكتر من 3 سنين الحمد لله دلوقتي خرجت وبقت موجوده تقريبا في كل المحافظات. كل المحافظات يا فندم، وجاري اللي ان شاء الله يعني نعممها باذن الله. اللي احنا بنعمله اللي انا بكلمكم منه ده دلوقتي نموذج في غرفه إدارة أزمة متحركة. تماما. يعني ممكن المحافظ كمان تبقى العربية دي بترافقه أثناء تفقده لأزمة على الأرض، ويستطيع من خلالها إن هو يتكلم ويتصل مع غرفته. يعني سعيد بالتطور اللي إحنا عملناه ده، وسعيد بإن إحنا قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى على إن إحنا ننظم إدارة بهذا المستوى بهذا التطور. وأنا كنت هكلمكم في حاجة تانية جميعا، يعني أنا عايز أكلمكم في الأدوات المتاحة لديكم فيما يخص الإغاثة، فيما يخص أعمال المحافظة اللي بتقوم بها الأعمال اليومية. وأنا بعلن ده عليكم إن أنا إن شاء الله خلال شهر أو شهرين، بديكم شهرين أهو فرصة، وبعد كده هطلب منكم تجميع عناصركم الهندسية عشان اتفقدها معاكم. بمعنى انت عندك في المحافظة معدات مثلا 400 معدة 500 معدة انواع، بين عربية وبين عربية كسح وبين لودر وبلدوزر وحاجات اخرى. الحاجات ديت انا بديكم شهرين عشان ما اظلمكمش. بعد شهرين انا هطلع لجنة تتفقد ده بدقة، وكل محافظ هيبقى مسؤول عن ان هو يرفع كفاءتها بشكل. وانتبهوا، احنا بنقول الكلام دوت، انت عندك ادوات في المحافظه وعندك شركات في المحافظه، في كل محافظه حسب ظروفها،
هي قادرة أنها تعمل التأمين الفني ده بالإضافة للعناصر الفنية اللي موجودة في كل محافظة. تاني، إذا كنتوا عايزين تديروا عملكم في على الميدان بكفاءة عالية، لازم هذه العناصر تبقى كفاءتها مرتفعة. عندي 100 معدة، يبقى ال 100 معدة صالحين. مش بس كده، أنت عندك في قطاعك محطات مية، وعندك في قطاعك محطات ري، وعندك في قطاعك، أنا بكلم كل السادة المحافظين، وعندك في قطاعك كده. أنت النهاردة عندك في المديرية، مديرية الري، مديرية الزراعة، ومديرية الإسكان موجودة عندك في المحافظة، وبالتالي أنا هطالب حضراتكم بإن أنتم في بعد الشهرين دول أطمن تماما على إن المحطات ديت ترمبطها اللي موجودة في المحطات فنية جاهزة وبأعلى كفاءة ممكن. بمعنى أنا عندي في قطاع أو في نطاق محافظتي 20 محطة معالجة بتشتغل ب50 ترمبة رفع وصرف وكلام من هذا القبيل. حضرتك مسؤول قدام مني من دلوقتي والبعد شهرين، ده الحد الأقصى لحضراتكم جميعا. وبالتالي احنا لازم نمارس الدور ده. انا بكلم كل السادة المحافظين اللي بيسمعوني مرة تانية، انا سعيد جدا بالتجربة، وسعيد ان انا اشوف مباشر حي من عربية في مكان يعني زي ما احنا عايزين نشوف. يعني اقدر النهاردة بالعربية دي اشوف المحافظة، وحضرتك تشوف عناصرك، وكمان تتابع الموقف على الارض، وانا العربية دي معايا هنا تخليني اشوف كل المحافظين. يعني حاجة الحمد لله تطور كويس قوي. معلش جبتكم الجمعة، بس طبعا يعني كان هدفنا ان احنا في يوم تبقى الامور فيه هادية نشوف بعض ونتكلم ونطمن عليكم. مرة تانية انا بشكركم وصباح الخير عليكم جميعا. شكرا جزيلا. معادنا بعد شهرين كل عناصرك الفنية وكل ما هو داخل نطاق محافظتك انت مسؤول قدام مني وقدام الدولة عنه. شكرا جزيلا. سلام عليكم.